position. Okay. Mask on. لو بتحب ستايل God of War أو Devil May Cry يبقى جرب اللعبة دي وانت مطمن. أما بقى لو مش بتحب الألعاب دي يبقى جرب اللعبة دي وأضمن لك إن هتخليك تحب النوع ده من الألعاب. ليه اللعبة دي مميزة؟ لسبب بسيط، إن الناشر هو كونامي واستوديو كوجيما هو اللي طور اللعبة، وكلنا عارفين كوجيما والتحفة الفنية اللي اسمها Metal Gear Solid. أكمل بقى ولا لأ؟ مفروض إن أكون خلصت من المراجعة لأن مفيش كلام يتقال بعد اللي أنا قلته ده، بس لأن في ناس مش بتهتم للمطور أو الناشر فهكمل المراجعة عادي جدا. I am the guardian of the lake of oblivion where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? لعبة أحداثها في أوروبا الجنوبية في العصور الوسطى. تلعب بشخصية جبريل وهو عضو في تنظيم ديني اسمه Brotherhood of Light. مهمة Brotherhood of Light إنه يحمي الناس الأبرياء من الوحوش اللي موجودة في الأرض. وأيام الشقاوة البطل كان بيحب واحدة اسمها ماريا، وللأسف اتقتلت، واللي قتلها هو اللورد شادو، وروح ماريا بقت معلقة بالسماء. وفي قناع البطل هيدور عليه، والقناع ده وظيفته انه يرجع حياة حبيبته ماريا، وعشان يحصل على القناع ده لازم يحارب اللورد شادو. اللعبة بتعتمد على الساحات الكبيرة والبيئة المفتوحة، يعني كل المهمات اللي هتواجهها في اللعبة هتكون عبارة عن ساحات كبيرة. وكمان بيئة اللعبة منوعة، ممكن في بعض المراحل تلاقي البيئة الصحراوية أو الثلجية وهكذا. وزي ما قلت، فكرة اللعبة شبه God of War والDevil May Cry وDark Sider وAssassin's Creed وكمان Prince of Persia. وفي وحوش كتيرة جدا وضخمة جدا، ووحوش منوعة زي الفامباير والمستذئبين. واللعبة كمان واخدة بعض العناصر في Assassin's Creed و Prince of Persia زي التسلق والمشي على الحيط. وتقدر كمان تعمل upgrade لقوتك وأسلحتك، وتقدر كمان تشتري سكيل أو مهارات تستخدمها لقتل الوحوش، ومعاك أسلحة السحر وأسلحة جميلة جدا، وأسلحتك الأساسية هي الصليب والسلسلة، وسلسلة كمان هتساعدك في التسلق، وكمان أسلحة السحر بتزود صحتك وبتزود ضرباتك. وعالم اللعبة كبير، وفي كل مهمة أو شابتر بيبقى فيه حاجات لازم تجمعها وتكتشفها، زي مثلا بيبقى في أماكن تعمل أبجريد للأسلحة، وفي حاجات لازم تجمعها عشان تكبر صحتك وكده يعني. وكمان في ألغاز هتستمتع جدا في حلها. والجميل كمان إن عالم اللعبة كبير مليان وحوش وحيوانات وحاجات لازم تكتشفها. هنتكلم دلوقتي على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في اللعبة. هبدأ في الإيجابيات. أجواء اللعبة جميلة وبتفكرني بأجزاء توم برايدر القديمة. اسلوب القتال مميز جدا، قتال وحوش الضخمه جميل جدا وصعب، حركات قتاليه كتيره وعالم كبير. السلبيات: اسلوب الكاميرا اللي في اللعبه سيء جدا، يعني الكاميرا بتتحرك مع البطل. ممكن اسلوب الكاميرا يعجب ناس وناس لا. كثرة الاماكن واللي هتخليك تايه مش عارف راسك من رجليك. طبعا اللعبة قديمة، اللعبة صدرت على الكونسول في 2010 وعلى البي سي في 2013، فالجرافيك بصراحة مناسب جدا. الأجمل من الجرافيك هو البيئة، تصميم البيئة يحسسك بجمال اللعبة، وتصميم البيئة والغابات جميلة جدا والإضاءة جميلة. والأجمل من كل ده هو التصميم، تصميم القلعة وتصميم الجبال، التصميم في اللعبة عالي جدا. قام بالتمثيل الصوتي هم ممثلين، التمثيل الصوتي مناسب جدا وجميل. الأجمل من التمثيل هو أصوات البيئة أو الأصوات المحيطة بالبيئة، زي أصوات الوحوش وأصوات الحيوانات وأصوات الشلالات والأمطار، وكل ده كوم. والساوند تراك كوم تاني، بصراحة الساوند تراك جميل جدا وأنصحك تسمعه. شكرا على المشاهدة، وكان معكم أحمد السوري من صفحة جيمرز فيلد،
وانتظروا مراجعات تانية على قناتي. اتمنى تعملوا سبسكرايب على القناة ولايك وشير على الفيديو.